حاسة بيك، عارفة إنك نفسك أبقى بين إيديك. ليه مخبي وإنت باين شوقك عليك؟ حاسة بيك، حس بيا خلاص هتقتلني الظنون. مش كفاية تقول بحبك بالعيون. حاسة بيك، عارفة إنك نفسك أبقى بين إيديك. ليه مخبي وإنت باين شوقك عليك؟ حس بيك، حس بيا خلاص هتقتلني الظنون. مش كفاية تقول بحبك. حاسة بيك، لح باين بس مش باين عليك. لمسة منك وتلاقيني بين ايديك. حاسة بيك وانت عارف اني حاسة كل ده. نفسي افهم قولي ما تسيبنيش كده. Bonsoir à toutes et à tous, Azolf Lawin pour cette deuxième vidéo de ce jeudi 9 novembre 2023. Comme chaque année, les choses se répètent en période hivernale, parce que nous sommes dans le chita, où الناس مساكن اللي بدون مأوى في الجزائر، الجزائر اللي سونز ابري، مساكن هاد الناس هادو في الصيف معليش يلاويو. علاش يلاويو؟ باسكو سخون الحال، وين يلقاو يرقدو كيما قال واحد في كل بلاصه، وما كانش يعني ساعات ساعات مطر صح معليش، بصح سي با فريمون كيما الشتا. الشتا مساكن هاد الناس هادو يتعذبوا بزاف بزاف. وقداه خطره تكلمنا على الموضوع هذا، ودرت قداه ان ارتيكل سور لو جورنال من اللي كنت وين يوصل الشتاء، وحنايا ننبهوا اون اليرت لي زوريتي و لوبينيون بوبليك على الناس هادو. في البلدان اللي طايطولهم انتوما الكفار، اون بيريود ديفيرنال عندهم حاجة ديما يهزوها قبل الوقت، هو أن يمنعوا ليزيكسبيسيون، يمنعوا ليزيكسبيسيون. وأنا سمعت خطرة مسيو تبون، على كل حال مشكور على هذا الشيء هذا، وحنا موالفين ما نكحلوش ديما الأمور، كي دار حاجة مليحة نقولو مليحة، وكي دار حاجة مش مليحة ما نقولوها مش مليحة. مسيو تبون طرا في الخطاب نتاعو قال لهم يا ناس اون اكسبولس با لي جون اون بيريود هيفرنال، سي نورمال. كيفاش يا حمو ديك الشتاء والثلج والنواو وانت تخرج ناس طيشهم قشمر برا، كسوا
لو بوبليك ولا البريفي. حتى البريفي نورمالمون يطبق عليه القانون. نورمالمون الانسان اللي يخرج واحد لبرا يروح يشكي به للعداله رابيدمون، خاطر هذا الشيء هذا الشيء تعسف كما قال واحد في حق الانسان في حق الانسانيه. يا اخي انت صبرت خلي يعقوب لا بيريود هيفيرنال كما قال واحد او موان يجي شويه السخانه، ومعليش هكا تاع الوقت هذا كيطبقوا حتى لي زيكسبيسيون. معليش واقيلا راكم قريتوا اليوم واش كتبت انايا في لا نوفال ريبوبليك على هذا المشكل هذا. اللي ما قراش يروح لا نوفال ريبوبليك تاع اليوم ولا يروح لاباج فيسبوك نتاعي يقرا. بورتون احنا زعما يقولوا لنا انتوما المسلمين، زعما احنا المسلمين اللي شفونا الناس اي على بالك يشوفونا الناس حتى نولينا نذبحوهم على الكرومه. فوالا احنا المسلمين يشوفونا الناس وحنا رانا بلو دي زومانيست بلو كو بلو بلوس كو لي زوتر. وعلى هذاك حنايا نغتصبوا النساء باسم الاسلام، وعلى هذاك حنا نذبحوا الناس مع الكرومه، وعلى هذاك حنايا نقتلوا الاولاد ونقتلوا الشياب وروح على هذا سي نورمال سي نورمال. دونك حنايا المسلمين نورمالمون كيما قال واحد نكونوا خير من الكفار. مالوريزمون ما كانش شي تشوفوها عند الكفار في سوا في لا سويس ولا في بلجيك ولا في فرنسا، والناس اللي عندهم هما ليهم في فرنسا يقول لهم باللي اون بيريود هيفيرنال ممنوع لي زيكسبيسيون. او كونترير او كونترير يزيدوا يحوسوا باش يديروا دي زيبرجمون ديرجونس، دي زيبرجمون ديرجونس بوغ لي جون اللي مساكن بدون ماوى، ويهزوهم يديوهم يباتوا في الليل وفي النهار يروحوا يخرجوا على روحهم، وفي الليل يرجعوا يباتوا. داروا حتى دي بوس، يهزوا ناس في دي بوس، يجيو لي بوس يركبوا الناس هذو ويديوهم كما قال واحد باش ما يخليهمش يموتوا البرا. على كل حال عندك هما يحترموا القوانين ويحترموا الانسان، الراي تاع الانسان يحترموه. هو يقول لهم واحد انا ما نحبش نروح معاكم ولا نحب نقعد لبرا، يخليوه مي سامبلومون ساعات يوليو كيشوفوا بلي السيد راهو في خطر يديوه، باسكو لو كان ما يديوهش راح يتبعوهم بور نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي. وهذه هي اللي نورمالمون تطبق على المسؤولين تاعنا. وانا نقول لكم يا ناس في 58 ولايه تولوا للناس اللي راهم لبرا، وين يسرى الله لا يقدر واحد يموت لبرا قولوا لنا عليه خلي باش نتبعوا الناس هذو في العداله. اذا انتم ما تحبوش تتبعوهم في العداله حنا نتبعوهم في العداله، يكون مير يكون اجوان مير يكون رئيس دائره يكون ولي يكون وزير يكون واش يكون، والله غنتبعوه في العداله، والله غنتبعوه في العداله باش نفهموا. دونك في 58 ولايه يا الناس هذو المواطنين صوروا لنا الناس اللي راهم برا والناس المتشردين وبعثوا لنا لي فوتو تاعها. وين تلقاو واحد لبرا ها يطيش مكي في النو وفي البرد صوروه وبعثوه لنا، وحنايا نقوموا بالعمل تاعنا. على كل حال قدام الخطره حنا عيطونا مواطنين كثر خيرهم، ونعيطوا تو دابور لي داس باسكو نورمالمون لي داس هما اللي كفلوا بهذ الناس هذو. هي لا داس عندهم كيما قال واحد ديما هما 58 ولايه مدايرين هذو اللي عيطوا لهم هما لي بريغاد يخرجوا زعما في الليل باش يهزوا الناس ويديوهم يطرقوهم على الشتاء وعلى مي لو بروبليم كيما بيكزومبل كيما في خنشله ما عندهمش وين يديوهم ما عندهمش. انا انترفونيت بيرسونيلمون وعيطت لي بومبي مشكورين ومع الشرطه يروحوا للمكان هذاك اللي قالوا عليه المواطنين، بصح كي يهزوهم كيما خطرا هزيناهم ما لقيناهمش وين يديروا وين نديهم، ما لقيناش وين نديهم ما كانش كيف اسمه عندهم وقيله هذا وين نتاع الناس نتاع العجزه ما يقدروش باسكو لازم دوسي كبير ولازم كذا، ولا يديهم لواحد الدار يعيطوا لها دار مركيش. هذه دار خلاها واحد السيد انسان شعبي مسكين ربي يرحمه، يدخلوا فيها الناس المهابيل ومن هنايا وتشوفوهم يعني في الحاله نتاعهم تما والله تبكيو، والله تشوفوا الحاله نتاعهم الناس هذو اللي في دار مركيش هذو والله العظيم غير تبكيو. وانا صرات اختراع مع كيف اسمه واحد داس تاع خنشله، عيط لي قال لي روح نتغدى انا وياك، قلت له رحت له
خليت الطوموبيل تاعي قدام لاداش وركبت الطوموبيل تاعو وجينا ماشيين. قلت له كي جينا عاقبين على دار مراكش قلت له حبس حبس نطلع طرش على الناس هذو واش راهم يديروا. انا نقول لكم يا جماعه والله العظيم والله وهو السي هذا ديكتور تاع لاداس وقيل من البواغي وقيل من البواغي. كي دخلت مع انا وياه وشفنا لا سيتياسيون تاع الناس هذوك وجينا خارجين قال لي سامح لي قال لي نرجعك ل قال لي خلاص قال لي با مونجي قال لي ما نقدرش. والله العظيم غير رجعت لاداس وهزيت الطوموبيل تاعي وما ترديناش. هو راح يخدم على روحه وانا راح نخدم على روحي. وكي تلاقيت انا وياه قال لي ولدي واش نكذب عليك ما عندناش. قال لي ما عندنا والو قلنا ريان. قال لي واش تحبي ندير لهم هاد الناس؟ قال لي قلنا ريان. دونك انا مانيش فاهم انايا علاه ايزون كريي هذا المينيستير دو لا سوليداريتي هذا لواش بوركوا اذا ما يقدروش يعاونوا الناس واذا ما يقدروش يدخلوا وعلاش حالين لي داس في كل ولايه 58 ولايه حالين لي داس اونفا في البلاد انا ما نعرفش لي داس اونفا لا سيتياسيون تاع هذو لي زيفرجمون اللي كاينين في الولايات هذو منا ومنا ما نعرفهمش بصح اشاك فوا كيشوا في الصيف كيشوا في البرج كيشوا منا ولا منا الناس تعاني الناس تعاني تعاني. وكما قال واحد هو نورمالمون كيشوا الرئيس البلديه ومعاه الداس ومعاه الامنيين ومعاه الناس هذو يديروا لهم كوميسيون ويضلوا كما قال واحد سيرتو في لا بيريود ايفرنال يتبعوا الناس ويكريو دي واش يقولوا دي زيبرجمون ديرجونس حتى وين يكونوا بيكزومبل كيما كاين حوايج مقفولين بيكزومبل ما على باليش انا محلات مقفولين ولا دي ماغازان كبار مقفولين ويقدروا يديروا يستعملوهم يقدروا يستعملوهم يجيبوا المطلع ويجيبوا الناس كاينوا هذوك الناس تاع تشغيل الشباب وهذوك منا يعتنيوا كيش فرنسا ولا يطيبوا ولا الاخرين ومنا حتى يعملوا الشتا كيما قال واحد وخلاص. سينو سورتو بور لي فامي تلقاو المراه هي ولادها يطيشوا لبرا يا جماعه هذو يا اخي نورمالمون رئيس البلديه هو يتكفل بهذ الناس هذو في لي زونتيل يخلص لهم لي زونتيل حتى ان شاء الله كيما يحوسوا لهم يلقاو لهم كيما قال واحد دار ولا يلقاو لهم حاجه مي سورتو في لا بيريود ديفيرنال لازم يحطوهم اون سيكوريتي ما يخليهمش لبرا يموتوا. دونك حنا قداه خطره نهضروا والناس ما يديروا والو واش يولوا يديروا اخرين باش ينعتوا بلي زعما راهم يجيو منا يروحوا يجيبوا الصامي هذوك ويجيبوا معاهم الكاميرات والتلفزيون وتتصاور وصايي وحنا نهزوا في الناس ومن بعد الي في الامان تعقب هذيك الحصه هذيك خلاص في الامان. وهذا يعني هذا الكود بوب هذا وهذا الشيء يديروا فيه هذا يعني ماهوش يعني الناس كرهت من هذا الشيء هذا كرهت. خلينا من لا بيبليسيتي هذه الناس اللي يحب تخدم الناس يحب تخدم بلاش بيبليسيتي بلاش التلفزيون مي الناس هادو يحبوا ينعتوا باللي زعما يهفوا الناس جات الصامي ونعرف واش وينعتوهم ويهضروا معاهم ويسلموا عليهم وما نعرف واش. والله غير حرام عليكم والله غير حرام عليكم يا سيدي ما تخليوش حتى الثلوجات تبدا تصب على الناس ومن هنا يفوق تو تسوي تهزوا الاحتياطات نتاعكم هزوا الاحتياطات نتاعكم حلوا في كل ولايه. انا نقول لكم الحق اذا كنت جيت رئيس حكومه والله نحمل المسؤوليه للولات والله نحمل المسؤوليه للولات. لو كان يموت واحد متشرد لبرا والله غير نلوحوا في الحبس والله نلوحوا في الحبس وتشوفوا كيفاش تولي الناس كل تجري هيك الساعه ايه يعني ما عندنا كلش ما نقدروش تلوحوهم يروحوا لي زونتيل عندكم الدراهم عندكم الدراهم والدراهم هذو نتاع حموما نتاع الشعب لا الدراهم هذو نتاعكم انتوما لا الدراهم هذو نتاع رئيس الحكومه ولا نتاع الوزراء ولا نتاع الوالي ولا نتاع دراهم الشعب دراهم الشعب انتم اللي تسيروا فيهم انتم تسيروا الدراهم هذو ما تهزوشهم شارج الناس حلوا لي كما عندكم كيما دي ماغازان كبار هكذا مقفولين ودي زيكول مقفولين دي زيكول بيكزومبل مقفولين نديروا لهم انا اون لي زيميناج ليفر ساعه حتى يعدي ليفر وخلاص. وقداش كانوا هذو لي اس دي اف قداش 1000 خنشله يا ربي فيها 10 من الناس يطيشوا فيها 10 يا ربي يبان لي ما كانش كثر كل ولايه يبان لي فيها 10 20 10 20 هذو كل عيد تهزوهم اون شارج. لو كان جاوا في عند الكفار اللي تحكيو عليهم انتم الكفار حتى انا ما نقولهمش كفار هاد الناس اللي كون جاوا عند الناس هذو الكفار يخليهم والله لا يخليهم والله لا يخليهم غير يهزوهم دون لي ميديا يهزوهم. حنا ما نجملاش نديرو شك كل خطره نبداو نهضرو
ومن بعد يقول لك كاينو لي بريغاد ميكست. واش من بريغاد ميكست فيه؟ كيما خنشله واش من بريغاد ميكست؟ هاكم هزيتوه ما تديو ما يقولوا لي عندكم لي زيباجمون ديرجونس او ما عندكمش. وحنا قلنا لهم يا ولدي فو كريي لي زيباجمون ديرجونس، ابنيو يا ناس عيب عليكم، ابنيو يا يا وين هما هادو لي فهمتيني لي زيلو هادو، نتوما لي زيلو هادو المنتخبين قاعدين غير تروحوا في الصوالح في جيبكم ولا تروحوا للولي قال تعطي له كروكي نتاع لوتيران قال اعطيني لوتيران هذا الخويا وهذا هذا واش هذا هو على واش ينتخبوا عليكم الناس. ها ما تنجموش قال اخويا نديروا ريونيون، قال يا جماعه حنا في خشله ما عندناش لي زيباجمون ديرجونس، يفو كريي لي زيباجمون ديرجونس. شوفوا مع رئيس الحكومه زعما يخيعطوكم من عاود قداه المليار، يا اخي جات الحكومه كامله اجتمعت في خنشله، حكومه كامله جمعت اجتمعت في خنشله، علاش ما بروبوزيتوش قلتوا باللي راه عندنا حنايا الناس مساكن متشردين، غدوه مراتي حوزها راجلها ما عندهاش دارهم تقعد لبرا، تقعد لبرا ما كانش وين تروح تقعد ساعه حتى نديها لاسيستون سوسيال وحتى يعاونوها باش كيما تدير لوجمون ولا تروح يخليوها لبرا تطايش. هذا هو هكا يقول الاسلام، هكا يقول الدين تاعنا، هكا يقولوا هكا تقول لا كونستيتيسيون تاعنا، سي با نورمال. احنا هنا قلنا دوكا حنا في مواد نوفمبر، حنا في لي ديبي دو مواد نوفمبر، جاي ديسمبر، جاي جونفي، جاي فيفري، سورتو في لاست الجيريان كيما حنا في الشوارع في الشرق عندنا في خنشله، على بالكم الناس في ديجا الناس في ديارهم ويتقمطوا ديارهم، عندهم الفرنوات وعندهم الناس تسخنوا ويدوبليو كيف اسمو الغطاء ومن هنا، والناس مساكن يقول لك برد الحال، والناس اللي برا مساكن، والناس والله يا ناس والله 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 نحفكم وعلا خطره رحنا باش نهزوا واحد السيد مسكين مريض عقليا، كي قدمنا عنده لقيناه واقف، كي قدمنا عنده عينا نحكموه جد قسما عظما غير لقيناه جالد بالواقفه. ها يا سيدي جالد، تعرف شنو جالد؟ لابس قشابيه وقشابيه وقشابيه، كي جينا باش نمسوه لقيناه جالد عينا نمسوه. ما عندناش احنا ما نخموش على الناس هذو، اوني با دي زومان. وينكم نتوما هاد الولات هادو وهادو شاف الدايره وهاد الميار هادو وينكم؟ وين راكم؟ وين هم لي زيلو؟ خلينا من هادو الناس هادو نتاع هادو خلينا منهم الله يسهل عليهم. بصح لي زيلو وين هما اللي يروحوا غدوه الصباح يديروا اجتماع ويعيطوا للولي ويقولوا له مشي للولي. شوفوا برك كيفاه انا شفت خطره في خنشله هو اللي كيدور يعني على الكارتيات ويروح منها يهضروا له غير على لي فيتيليتي، غير على لي فيتيليتي. انا نعرف واحد النجو يا سيد الوالي وحنا كانوا باش يديروا لنا جامع لهنايا وجامع باش ولادنا يصليو فيه وباش يخرجوا من الدار نتاعنا سيد الوالي يلقاو جامع يدخلوا فيه. هذا واش يعرف؟ هذا واش يعرف؟ في كل كارتي كاين زوج جوامع في خنشله، في كل كارتي. دركا رايحين يوليو يديروا كل ما بين جامع وجامع يديروا جامع، ها هو واش رايحين يوليو يديروا ما بين جامع وجامع تلقى جامع. الواه بو حلوا الجوامع خليه يرقدوا فيهم الناس، ايه حلوهم اسيدي، خليه بعد الصلاه بعد العشاء خليه يجيو الناس يرقدوا فيهم اسيدي كاع هكا، حلوهم خلي الناس يرقدوا فيهم وما يدرقوا على البرد ويدرقوا على هاك تقفلوهم ما تخليوش الناس يدخلوا بهم. واش نديروا بهم الجوامع حنا؟ واش نديروا بهم؟ واش نديروا بهم برك؟ انا مانيش فاهم انا واش نديروا نبنيو غير في الجوامع؟ واش هو ليتيليتي تاع الجامع؟ سي كوا تاع الصلاه؟ ياكم تصليو في ديالكم، صليو في ديالكم ولا صليو كيما قال واحد الجوامع يطيشوا. تعرفوا غير تبنيو الجوامع، تعرفوا واش قال يا ولدي؟ على بالكم في خنشله ما عندهمش كيف اسمه هذاك لوبيتال تاع وين يدخلوا المساكن المهابل ما عندهمش. والله ما يسعاوه، انا جي انترفوني، جي انترفوني بيرسونيلمون على مساكن الناس باش ندخلوهم في السبيطار تاع كيف اسمه في جبل الوحش ولا في باتنا ما عرف واحد لوبيتال ما عندهمش البلايص. ما نجموش يبنيو سبيطار للناس المساكن هذو المغاربين هذو الناس المجانين هذو يداويوهم كيما قال واحد؟ ما كانش والله ما يتسعاو. كيديروا ريكيزيسيون لواحد سوا يديوه القسنطينه سوا يديوه لباتنا، والبلايص كيما كانت خطره قال لي المدير تاع باتنا قال لي روح خويا تشوف بنفسك، قال لي حنا تاع باتنا راهم راكدين فوق كيف اسمو راهم راكدين في الارض ما عنديش. جامي يقولوا له مشي الوالي شوف لنا كيفاه تبني لنا ان اوبيتال كيما بسيكاتريك باش هما الناس المجانين مساكن وهذو ندخلوهم هما يداويو وندخلوهم. ما كانش لا دير لنا جامع، ما يقولوش دير لنا ايكول، ما يقولوش عمري ما شفت الناس يقول لك سيدي الوالي روح دير لنا لهنا سيرام ولا دير لنا ايكول هنا ولا دير لنا نو جامع جامع. وهذا كله الخبث، وما كانش يعني ما بيهم لا جامع والله الخبث والله. يا الشيء اللي يديروه الناس هذو اللي يحكيو على الجوامع ويحكيو منها قسما عظما هي اليهود يديروه،
والله اليهود لا يديروه. هو ما تلقاهم الله اكبر وربي قال والرسول قال دونك حنا زدنا اليوم نزيدو حنا في مواد نوفمبر. شاو عليها تشوفوا على لا فيديو هذه رانا في مواد نوفمبر فوزالي فواغ دوك يجي ديسمبر ودوك يجي الشتاء وتضل الناس تموت لبرا وكما قال واحد ومن بعد كي تقول له يا ولدي انت كيفاش هذا ما تهزوش الناس يولي يقول لك ما عندناش ما على بالناش يبداو يقول لك لي زيكسكوز ابداو من درك يفو كومونسي دي مينتنون نورمالمون احنا نورمالمون راه في الصيف بدينا نورمالمون نبداو في الصيف علاش باسكو على بالنا كيجي الشتاء نورمالمون نلقاو نبداو الساعة دابور نهزو الناس سيرتو الناس هادو اللي مساكن اللي مرض عقليين ندخلهم لي زوبيتو باسكو كاين ثلاثة ولا أربعة ندخلهم لي زوبيتو خلي يقعدو في لي زوبيتو يداويو هادي وحدة ومن بعد الناس المتشردين نشوفوهم اللي قادرين نحطوهم بيكزومبل حتى مع في هادو نتاع كيما اسمهم هادو وين كانوا لي فيار ومن هنايا نخليهم ساعة حتى يعقب كيما قال واحد الشتاء ومن بعد يفرج الله ومن بعد يفرج الله ما نخليهمش يطيشو كيف هادي فامي ما نجموش نديهم النوتيل تلقاو مرأة أم هي ولادها راكزين لبرا راكزين لبرا تقول لي أنا راني في نسير في الجزائر واش من تسير أنت واش تسير تسير الريح أنت تسير الريح والجمعيات هذو تلقاهم أنت الجمعيات هذو قاعدين غير نروحو نمشيو نديرو اجتماع مع الوالي نروحو نديرو هذا كل سيد الوالي وعندي خويا ما يخدمش سيد الوالي وعندي بابا محتاج محل سيد حل ولي عنده الحق كي قال كي قالهم كيما كي قال دوك نشوف ان شاء الله وخلاص باش ما عادش تخلقوا مي سي با سا انت جمعيه مدايره باش تجري على الناس مدايره جمعيه خيريه لواش باش تعاونوا الناس هنا وين تطلع الوالي انا خطره خرجت الوالي على 10 نتاع الليل على 10 نتاع الليل طلعت للولايه وخرجته على جات واحد طيشوه ماليه لبرا به بالسرير نتاعو به بالسرير نتاعو ما حشمش انا ما حشمش كي خرجت الوالي علاش باسكو ما خرجتوش على جاتي ولا على جد خويا ولا على جد بابا خرجتو على واحد يشف والله خرجتو على الولايه على 10 نتاع الليل باسكو كي جاو لي بومبي ما لقيناش وين نديوه ما كاينش وين نديوه وراه نديوه ما كاينش حتى وين ندخلناه لوبيتال الساعه مسكين انسان كبير هزوه ماليه به بالسرير نتاعو وحطوه لبرا شوفوا يعني القساوه نتاع الناس شوفوا القساوه نتاع الناس كي جاو المساكن الشرطه وجاو لي بومبي وجاو منا ما لقيناش وين نديوه وين نديوه ما عندناش وين نديوه إذا جيت أوبليجي باش نروح نطور والله صورت الوالي 22 مش عليها كيما اليوم بصح أنا ما نحشمش نطور ونعميه نطور كي نطور كثر طورتك على كيما قال واحد على مواطن ما طورتكش أنا على جدي كون أنا عندك الحق عندك قال كيف هتجيني على 10 تاع الليل أنا عيط لك بصح هذا من نورمالمون خاطي خنتي سي با مون ترافاي نورمالمون اللي صورت ونكتب الأرتيكل ونخلي ونروح مي أنا قلت كيفاش نخليو سيدي يبات لبرا انا دوك نروح للدار نتاعي لاباس عليا عندي الشوفا سونترال عندي كلشي نتاعي وانا نخلي الانسان مسكين كيما هذا يبات لبرا ما كان فيهم لي زيلو هادو ما يقدروش يديروا كيما هكا علاش باسكو يخافوا كل صباح يقول روح للولي يقول له عندي خويا وعندي بابا يقول لهم شي تقود ها وي مي حنا ما نخافوش حنا ما نحبوش جامي يقول لهم شوفوا لنا بابا نتحدى اي واحد درك يجي يقول لكم مسيو مرصف هذا وجا خطرة عيط لي على خوه ولا عيط لي عليه ولا قال اعطيني ولا اعطيني ولا اعطيني ما نحبوش حنا عندنا نمشيو بالقانون واش يقول القانون وهذو هما خدمه لي زيلو نورمالمون الناس لي زيلو هذو هما اللي يقدروا يروحوا يطبطبوا الباب على على على, على, على المسؤولين قال اخو جاسي محمد روح اخويا انت قاعد لهنايا روح شوف واش صار لبرا روح شوف لهيه روح شوف لهيه نو اضربوا النحكي اللي ما صراو يعرفوا غير يسفوا هذا واش يعرف يعرفوا غير تحيه هذا واش يعرف على كل حال نزيدو نوليو على الموضوع هذا ان شاء الله ذكر الحال نقول لكم تبعوا على خير بونسواري ا توتي ا دوس اي ا توس ا دومان ان شاء الله.